SSTV, truly African. السودان. لم يكن استقلال جنوب السودان رفاهية يطمح إليها الشعب الجنوبي، وإنما كان ضرورة تفرضها عليه مقتضيات التاريخ والسياسة. ومع أن تاريخ الجنوب لا زال محتاجاً إلى دراسة وتوثيق، فإنه من المؤكد أن أول اتصال بالجنوب كان عن طريق غارات جلب الرقيق التي ساهم فيها الأوروبيون والمصريون وأهل شمال السودان، مما سبب شعوراً زائداً بالكراهية وولد خوفاً شديداً لدى معظم الجنوبيين تجاه العالم الخارجي. ثم بدأ الأوروبيون رحلاتهم الاستكشافية لمنابع النيل، وبذلك بدأت حلقة جديدة من تاريخ الجنوب الحديث في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. احتشدت الجماهير لتتابع تطور التحرر والتقدم نحو السيادة والاستقلال للسودان. بعد جلاء القوات البريطانية وانفصال السودان رسمياً عن مصر سنة 1956، طالب الجنوبيون أن يكون لهم نظام خاص داخل الدولة السودانية الموحدة، وهو الأخذ بنظام الفيدرالية، خصوصاً وأن البرلمان السوداني في عام 1955 أجاز 4 مقترحات حددت مطالب البلاد، من بينها الاستجابة لمطالب الجنوبيين بالفيدرالية. إلا أن الحكومة السودانية بعد الاستقلال رفضت الاقتراح معللة بأنه يؤدي إلى الانفصال كتطور طبيعي. وفي أغسطس من العام نفسه بدأت شرارة تمرد بالجنوب قادتها كتيبة جنوبية تابعة لقوة دفاع السودان في مدينة توريد، وذلك بعدم الاستجابة لقادتها بالانتقال إلى الشمال، حيث كانت هناك شكوك لدى الجنوبيين على سياسات وزارة إسماعيل الأزهري التي تشكلت في يناير من عام 1955. هنا أندرمان. أيها المواطنون، سعادة الفريق إبراهيم باشا عبود القائد العام للجيش يتحدث إليكم. أيها المواطنون، القائد العام للجيش السوداني يتحدث إليكم. وفي 17 من نوفمبر سنة 1959، وبعد تولي الفريق إبراهيم عبود للسلطة عن طريق انقلاب عسكري، قامت الحكومة العسكرية وعلى نهج الحكومة التي سبقتها باتباع سياسة التذويب بالقوة مع الجنوبيين، فتصدت بقوة للتمرد في الجنوب، وعينت بعض السياسيين الجنوبيين في مناصب قيادية، كتعيين سانتينو دينغ وزيراً للثروة الحيوانية، والذي حافظ على منصبه في كافة الحكومات المتعاقبة لمدة 10 سنوات، وذلك بسبب الخط المتشدد الذي كان يتخذه ضد الحركات الانفصالية في الجنوب. وفي العام 1963 برز حزب سانو بزعامة جوزيف أدوهو الذي طالب باستقلال الجنوب في حال رفض الشمال فكرة الاتحاد الفيدرالي لحل الأزمة السياسية. لم يتم الاستجابة لمبادرة أدوهو، فظهرت في سبتمبر من عام 1963 حركة أنيانيا لتشن 4 عصابات في المديريات الجنوبية 3، مما أدى إلى تدهور في الوضع الأمني وغليان سياسي أدى إلى انتهاء الحكم العسكري في أكتوبر سنة 1964، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة. أبدت الحكومة الجديدة تسامحاً في التعامل مع المعارضين الجنوبيين، وأعلنت العفو العام عن المتمردين، ودعت إلى مؤتمر حول المشكلة عرف بمؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد في مارس سنة 1965 بمدينة جوبا بجنوب السودان. كان موقف الجنوبيين من القضية أثناء المؤتمر تتنازعه رؤيتان: رؤية اتحادية فيدرالية
يمثلها ويليام دينغ، ورؤية انفصالية تدعو إلى استقلال الجنوب ويمثلها الزعيم الجنوبي أجري جادين رئيس حزب سانو آنذاك. لم يكن هناك أي استعداد شمالي لمناقشة مثل هذه الأفكار، لذلك وصل المؤتمر إلى طريق مسدود، الأمر الذي وسع الهوة بين الجانبين وزاد من درجة عدم الثقة بين الجنوب والشمال. في انتخابات يناير سنة 1967 دخل حزب سانو الجنوبي المعارض البرلمان ب15 مقعداً وجبهة الجنوب ب10 مقاعد، ورغم ذلك تبنت حكومة محمد أحمد محجوب الائتلافية سياسة متشددة ضد الجنوبيين، خصوصاً فيما يتعلق بالوساطة الدولية. أما حكومة الصادق المهدي فقد أعلنت عن استعدادها لإجراء حوار مع الجنوبيين، وقامت بتشكيل لجنة دستورية لترفع تقريراً بهذا الشأن إلى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث اعترض نواب الجنوب على البنود المقترحة التي كانت تشير إلى أن السودان جمهورية إسلامية، فدار النقاش حول هوية الدولة وشكل نظام الحكم. عدم الوصول إلى نتيجة في مؤتمر الطاولة المستديرة أدى إلى استعار الحرب الأهلية في الجنوب وتأسيس حكومة السودان الجنوبية المؤقتة في المنفى كجناح مدني لحركة أنيانيا. استمرت الحرب الأهلية 17 عاماً مؤدية إلى مقتل أكثر من 500,000 ونزوح الآلاف أغلبهم من الجنوبيين، ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1972 بتوقيع اتفاقية أديس أبابا، والتي أعطت الحكم الذاتي للإقليم في إطار السودان الموحد. وسلاح المظلات الذي كان قد أخذوا سلاحه وهو في وقت الراحة، وبعض الأسلحة الأخرى التي اشتركت في هذه العملية. لم يطل السلام كثيراً بين الشمال والجنوب، ففي يوليو وسبتمبر من عام 1983 أصدر الرئيس جعفر النميري عدة قرارات أطاحت بالاتفاق، منها تقسيم الجنوب إلى 3 أقاليم، بالرغم من أن اتفاقية أديس أبابا تنص على جعل الجنوب ولاية واحدة، ونقل الكتيبة 105 بمنطقة بور وبعض الجنود إلى الشمال، واتهام قائدها الرائد كبرينو كوانين بالاختلاس، كما أنه أرسل قوات من الجيش السوداني لإخضاعها، فأدى ذلك إلى هروبها إلى الأدغال الاستوائية لتصبح فيما بعد نواة للجيش الشعبي. فكلفت الحكومة العقيد جون غارانغ بتأديب الكتيبة، إلا أنه انضم إلى المتمردين مؤسساً الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأعلن أن الحركة لا تطالب بانفصال الجنوب عن السودان، وإنما إلى تأسيس سودان علماني جديد قائم على المساواة والعدل الاقتصادي والاجتماعي داخل سودان موحد. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة انطلقت، ثورة انطلقت، الثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. بعد الإطاحة بنظام جعفر النميري عبر انتفاضة شعبية في أبريل من عام 1985، كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق مع الحركة، ولكنه فشل بعد اجتماع رئيس الوزراء الجديد الصادق المهدي مع جون غارانغ عام 1986. وفي نوفمبر من عام 1988
تم إبرام اتفاق بين جرانج ومحمد عثمان المرغني في أديس أبابا، والذي نص على تجميد قرارات سبتمبر عام 1983، ولكن هذا الاتفاق لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد انقلاب يونيو عام 1989 بقيادة عمر البشير، والذي تبنى شعار الجهاد الإسلامي ضد القوى الجنوبية، مستعيناً بتسليح ميليشيات تدعى قوات الدفاع الشعبي. استمرت المحاولات لحل النزاع الذي طال أمده وتسبب في كارثة إنسانية لا زال الجنوب يعاني من أثرها إلى اليوم، فكانت وثيقة فرانكفورت التي وقعت في يناير من عام 1992، ثم مفاوضات أبوجا برعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابانجيدا في يونيو من عام 1992، ثم بعدها في مايو 1993. وتضاعفت الجهود الدولية من خلال منظمة إيجاد إلى أن تم توقيع اتفاق إطاري يسمى بروتوكول ماتشاكوس، وذلك في يوليو من عام 2002، والذي أعطى للجنوب حكماً ذاتياً لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، بعدها حق تقرير المصير وفرصة للجنوبيين للتفكير في الانفصال. وفي 9 يناير 2005، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بكينيا، منهية بذلك 50 عاماً من الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 2 مليون، وبخسارة اقتصادية أخرت الجنوب في بناء مؤسساته وإنشاء بنية تحتية قادرة على تسريع نموه ودفعه نحو انتقال ديمقراطي سلس. وكان من أهم ما نصت عليه الاتفاقية حق تقرير المصير عام 2011. إذا من كل ألا جاي ألا في زمن كله ألا بداية ألا في زمن كله ألا جاي ألا في زمن كله. تم الاستفتاء على تقرير المصير في 9 يناير، وصوت الجنوبيون باكتساح للانفصال. وفي 9 يوليو تم الإعلان عن استقلال كامل للدولة، وأصبحت جمهورية جنوب السودان العضو رقم 193 في الأمم المتحدة.